احمد الشيخ. قول لي يا ابو حميد بقى مركزك، انت قلت لي خف شمال. خف شمال ناحيه الشمال تحت المهاجم. حرصت كام هدف في الدوري؟ انا جبت 16 جون في الدوري. وكان معظمهم في الدور الاول. في الدور الثاني ما جبتش كتير، بس كان معظمهم في الدور الاول. طب قول لي بقى بدايتك، انت دخلت النادي الاهلي امتى، ومين اللي شافك ومين اللي رشحك للنادي الاهلي؟ انا دخلت النادي الاهلي وانا عندي 5 سنين تقريبا، كنت في الاكاديميه. بعديها لما تميت 9 طلعت الناشئين. وكان معايا كابتن اسامه وكابتن زيزو. مين اللي رشحك، مين اول مدرب يعني اختبرك من الاكاديميه للناشئين وقال لك انك تلعب في الناشئين النادي الاهلي؟ كان تقريبا كابتن تامر حفني. هو كان اول واحد برضه قال لي اطلع على الناشئين وكده. وكان هو اللي اختارني من الاختبارات. بعديها لما طلعت كنت مع كابتن زيزو. وده كان تقريبا اول مره العب فيها في الناشئين. دي احنا بنستعرض دلوقتي مباراه الاهلي والزمالك، صح؟ انتوا السنه دي مباراه الاهلي والزمالك، قول لي بقى دي لقطات احمد الشيخ رقم 10، تلبس رقم 10 صح؟ كانت مباراه في مدينه نصر، انتوا الاول كسبتوا الزمالك في ملعب الزمالك كام؟ 4-0. 4 وحققتوا نفس النتيجه عندنا في ملعب الناشئين مدينه نصر 4. كنتوا بتتكلموا مع بعض انتوا النهارده مباراه الاهلي والزمالك، ودايما مباراه الاهلي والزمالك حتى لو ناشئين صغيرين تبقى مباراه قويه ومتشافه ومسموعه في كل حته، كنتوا بتقولوا ايه لبعض كلعيبه قبل المباراه؟ احنا كنا فاكرين انه هيبقى ماتش صعب واحنا على طول بناخد اي ماتش جديه. بس يعني ما طلعش زي ما احنا تخيلنا خالص. اسهل بكتير. عشان انتوا واخدين الامور بجد من الاول. يعني احنا افتكرنا ان احنا هنكسبهم 4-0. وبعديها مثلا هم هيجوا متحسنين وكده، بس كسبناهم 4 تاني. اكتر عايزين نعوضوا. بس كسبناهم 4 تاني. قول لي احسن هدف حرزته في الدوري كان في مباراه ايه؟ كان في ماتش الجيش، كان كورنر. اتردت فشطها راحت في الزاويه الشمال.